إن الرغبة المتزايدة في الدراسة بالجامعات التركية في السنوات الأخيرة تزيد من فرصة الشباب في تحقيق أحلامهم. اليوم وفي كل محافظات تركيا تم تأسيس جامعات عامة وخاصة، فمجموع الجامعات في البلاد يربو عن 150 جامعة، والهدف هو أن يبلغ عدد الخريجين من تلك الجامعات 15 مليون خريج، وذلك في الذكرى 100 لتأسيس الجمهورية التركية. يتم في تركيا تنسيب الطلاب للدراسة العليا بدءا من عام 1974، أي منذ 36 سنة، من خلال الامتحان المركزي والتنسيب. وهذا النظام قد حدثت له تغيرات كبيرة على مدى أعوام عدة لضبط الوضع الخاص بالطلبة المتوجهين للجامعات، كما أن الهدف الرئيسي في أساس جميع التغيرات هو اختيار الأفضل للقدرة الاستيعابية المحدودة وتوجيه الطالب للمجال الذي يهتم به. كذلك فإن المعدل في عدد طلبة الجامعات للدراسة العليا في تركيا تقريبا 12%، ولا يزال عدد الخريجين في تركيا 8 ملايين شخص، والهدف هو أن يبلغ هذا العدد إلى 15 مليون خريج عام 2023. بالطبع فمن المخطط كذلك أن يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس من 35,000 إلى 90,000 عضو، وذلك من أجل تحقيق مثل هذا الهدف الاستراتيجي. كذلك فإن البلدان المتقدمة والبلدان النامية قد قامت بتقييم نظمها بخصوص الدراسة العليا وفي المجالات الأخرى كذلك، من خلال استخدام مزاياها التي وفرتها لها التطورات المهمة في تكنولوجيا الاتصالات، وذلك من أجل اللحاق بالسباق الاقتصادي العالمي القائم على المعرفة الذي تسارع في آخر ربع من القرن العشرين. كما قامت البلدان بإعادة الهيكلة في ضوء التطورات السابقة والراهنة.